أنهى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل اتفاقه مع فريق طلاع الجيش على خوض مباراة ودية بينهما مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير بالقاهرة ضمن برنامجه الإعدادي لمنافسات الدوري العام. ويتطلع جهاز الدراويش من خلال ودية لتجهيز كافة عناصر الفريق ومنحهم حساسية المشاركة تحسبا للاستعانة بخدمات أي منهم حسب الحاجة الفنية لكل مباراة، إلى جانب تجريب مجموعة من الخطط الفنية والتكتيكية. واستأنف في الدراويش تدريباته الجماعية مساء اليوم بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين عقب التعادل مع المقاولين العرب بدون أهداف في إطار أحد جولات المسابقة المحلية. ويستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي لمباراتي غزل المحلة يومي 28 يونيو الجاري بمسابقة الدوري العام و3 يوليو المقبل بكأس رابطة الأندية المحترفة. وعلى جانب آخر أكد مصدر مقرب من عماد حمدي لاعب وسط الإسماعيلي عن دخول نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات جادة من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل. ويرتبط عماد حمدي بعقد مع الإسماعيلي ولن يكون رحيله إلا من خلال النادي، وتوجد رغبة جادة من الاتحاد من أجل التعاقد معه خلال الفترة القادمة. ومدد عماد حمدي تعاقده مع الدرويش لمدة 3 مواسم، ويعتبر عماد حمدي من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني للفريق حمزة الجمل ويصعب التفريط فيه.